السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده بحث بيتكلم عن إن الصين عاملة شبكة عالمية المقصود بيها نشر الدعاية السياسية المؤيدة للسياسة الحكومية الصينية على شبكات التواصل الاجتماعي. بتعمل حسابات وهمية وشخصيات مزيفة يتم إنتاجها بالذكاء الصناعي بغرض تمجيد السياسة الحاكمة والحزب الحاكم. والموضوع ده أكيد مش الصين بس عشان الصين يعتبر يعني من الدول اللي مش ماشية في المسار بتاع دول أمريكا، فراحوا هم كشفوا المستور، لكن أغلب الدول هي ماشية في القصة ديت، بتحاول إنها يبقى عاملة شبكة تأيد أي قرار تعمله حتى لو قرار عكس منفعة الناس أو قرارين عكس بعض، هتلاقي تأييد من المؤيدين الوهميين. حسابات وهمية، شخصيات وهمية، صور وهمية، قصص وهمية، كل الحاجات الوهمية دي معمولة بحيث ان تلاقي كذا حد بيقول ان هو موافق على القرار ومؤيد والحاجات دي كلها. ممكن يعمل لك فيديو، ممكن يعمل لك صور، لان يعني اغلب الادوات خلاص بقت في ادوات كتيرة بتعمل الحاجات دي حتى مجاني، فما بالك بقى الحكومة معاها الميزانية. الموضوع ده من ضمن مخاطر الذكاء الاصطناعي ان هو يوجه الناس في اتجاه معين. هسيب لكم البحث ان شاء الله تقروه براحتكم.